مرحباً أعزائي المشاهدين، في فيديو اليوم سأشارككم قطعة مميزة ونادرة حقاً، مثال تاريخي لموديل لونجين الأسطوري كارفاكس. نعم سمعتم بشكل صحيح، هذه الساعة من نفس سلسلة النموذج الذي كان يخص ألبرت أينشتاي، أحد أعظم الأسماء في تاريخ الفيزياء. أولاً، أود أن أتطرق بإيجاز إلى التاريخ العميق لعلامة لونجين التجارية. تأسست لونجين في سويسرا عام 1832، وأصبحت علامة تجارية ترمز إلى الابتكار والجودة. هذه العلامة التجارية التي أطلقها مؤسسوها أوغست أغاسيز وهنري رايغيل وفلوريان موريل، فتحت آفاقاً جديدة في فن صناعة الساعات من خلال بدء الإنتاج الضخم تحت قيادة إرنست فرانسيلون. لنتحدث عن الساعة. موديل كارفاكس الخاص هذا مصنوع من الذهب الأصفر عياره 14 قيراطاً ويبلغ قياسه 25 مليمتراً. تشتهر كارفاكس بشكل خاص ببنيتها المنحنية والتي تسمح للساعة بالتكيف بشكل مثالي مع المعصم. يحتوي الجزء الخلفي من الساعة على نقش خاص مشابه لنقش أينشتاي، وهذا يثبت أن الساعة لا تعرض الوقت فحسب، بل هي أيضاً عمل فني. هذا النموذج فريد حقاً من حيث التصميم والتاريخ. هذه الساعة التي يفضلها عبقري مثل ألبرت أينشتاي لا تعكس ذكائه فحسب، بل أسلوبه أيضاً. في عام 2008 تم بيع نموذج أينشتاي بسعر قياسي بلغ 596,000 دولار، مما يوضح مدى قيمة الساعة ليس فقط لهواة الجمع ولكن أيضاً للمستثمرين. الآن دعونا نلقي نظرة فاحصة على الميزات والآلية الأكثر تفصيلاً لهذه الساعة الرائعة. سنة الإنتاج 1921. آلية: وضع العمل لف يدوي. نوع القضية: نوع الهيكل ذهبي فولاذ. القطر 29×41 ملم جرب الساعة. مادة الإطار ذهبي فولاذ. نافذة زجاجية. أتمنى أن يعجبك هذا الفيديو، ولا تنس أن تشاركنا أفكارك حول الساعة في قسم التعليقات. إذا كنت تريد رؤية المزيد من هذا المحتوى فلا تنس الاشتراك في قناتي والإعجاب بالفيديو. نراكم في الفيديو التالي، وداعاً.